في الحالة هاي maximum possible linear speed. هلا انا في عندي ناقص هون ما حطيتش السليب، لازم حطينا السليب تبع هذا المحرك. شوف اذا احنا ذاكرين السليب هون. خلينا نفترض انه 5%. افترضنا انه السليب هون 5%. ايش هلا بدنا نطلع؟ نطلع سينكرون سبيد لهذا المحرك، ايش القانون؟ 120 اف على بي، ايش وحدة بي لازم تكون؟ بولز بير فيز. فعندي هون 120 50 على 6 بيطلع اظن 1000، مش هيك؟ 1000 ار بي ام. 120 على 6 ب 20، 20 في 50 1000 ار بي ام. بس احنا مش هاي السرعه رح نمشي، رح نمشي على السرعه ايسينج. فدي بتساوي 1 ماينس السليب مضروبه في ان سينك ويساوي 0.95 في 1000 ويساوي 950 ار بي ام. وخلينا نحولها لاوميجا. حتى نحولها لاوميجا شو بعمل؟ بقسم على 60 وبضرب في 2 باي، فبصير عندي 950 على 60 مضروبه في 2 باي. حد يطلع لي هذا الرقم، بيطلع حوالين ال 100 راديان بير سكند تقريبا. شوف اتاكدوا من الرقم الدقيق. هلا اذا صارت عندي هلا هاي سرعه مين؟ هاي سرعه المحرك مش سرعه البولي هاي اللي موجوده هون او الشيل. ايش العلاقه بينهم؟ 49. مين باي ديفينيشن هذا؟ نعم الاوميجا اسينكرونس. الاوميجا اسينكرونس، اسف اسينكرونس. قديش طلعت معكم؟ 99.4. وهي صارت ايكول. طيب اذا انا عارف الاسينكرونس سبيد قد بي، هاي باي ديفينيشن هاي هي هاي سبيد شافت مش هيك؟ فاذا بدي اطلع اوميجا لو سبيد شافت بدي اخذ هذا الرقم 99.4 واقسمه على 49 بعطيني تقريبا 2 مش هيك؟ سميها 2، شو رايكم؟ نعم. هاي 2 رادز بير سكند. كيف بطلع هلا في؟ يعني هاي اللينير سبيد هلا رح تصير تبعت اللود، رح تصير عندي 2 وبدي اضربها في الراديوس. قديش الراديوس؟ نص. نص ايش؟ متر. بتعطيني 1 متر بير سكند. هاي اتس ريزونبل سبيد. هل ريزونبل سبيد 1 متر بير سكند؟ منطقية، يعني هذا الجسم عماله رح يتحرك او اعلى سرعة رح يوصلها رح تكون 1 متر بير سكند. اوكي؟ إذا هي طلعنا هي أول جزء هون طلعناه اللي هو طلعنا السرعة. هي الماكسيمم بوسيبل لينير سبيد. هلا بدنا نشوف هذا السبيد تايم بروفايل بظبط عليه هون، فبدنا نقطع حسب اليوزر، بدنا نقطع 200 متر، عفوا 20 متر. طبعا لما بحكي كينماتكس ايش بهمل بالكينماتكس؟ بهمل الفورسز. انا هلا عمالي بحلم انه بالكينماتكس اقدر احقق هذا، هلا بعدين بشوف الفورسز المطلوبه. زي بالروبوتكس بنحكي عن فورورد كينماتكس وانفرس كينماتكس قبل ما نحكي عن داينامكس. طيب اذا احنا هون هلا بدنا نحقق السبيد تور كيرف المطلوب. شغلت انا ولا؟ اوكي. اذا نتطلع هلا هون عندي 20 متر، اذا نتطلع هذا هل بزبط عندي اعمل تراينجلر سبيد تايم بروفايل؟ يعني هل بقدر اعمل هون 20 متر بزمن مقداره 40 سكند والسرعة هون ما تتجاوز 1 متر بير سكند؟ ايش بدي اعمل؟ ايش مساحة المثلث؟ القاعدة في الارتفاع مش هيك؟ فعندي هذه هون هي في ماكس، مظبوط؟ نصف القاعدة في الارتفاع، فلازم يكون عندي دي بيساوي نص تي في ماكس، مظبوط؟ دي عندي قديش بيساوي؟ 20 متر نص في 40 في 1. انتم شايفين انا مظبط الارقام حتى يطلع كل شيء ممتاز. هذه بتزبط معي مش هيك؟ واضح ليش بتزبط؟ شايفين؟ او خلينا نحطها بهذا الشكل، نحط هون في ماكس. ففي ماكس شو بتساوي؟ بتساوي 2 في 20 40 على 40 بتساوي 1 متر بير سكند. اذا هاي صحيحه وبزبط معي هذا منها. اوكي ماشي، الكل فاهم واضح؟ بقدر اوصل هاي السرعه، يعني هون بنقوله انه بقدر اوصل بتراينجلر بروفايل سرعه مقدارها 1 متر بير سكند، لانه من حساباتي هون وجدت انه انا بقدر اوصل 1 متر بير سكند، هاي اعلى سرعه ممكن. اذا هون رح نمحي الترابيزويدال بروفايل ورح نخلي تراينجلر بروفايل. اذا بدا يتشكل عندي هلا هون
شو بحتاج هلا من هذا سبيد تايم بروفايل؟ اهم شيء بدي اطلعه. ليش الاكسلريشن مهم؟ لانه بقدر اطلع منه تورك. اوكي، اذا هلا بدنا نطلع من هذا هون الاكسلريشن. هلا هذه سهله ما دام انا عارف هذه 1 متر بير سكند، وهذا هون هذا 40 كله، فهذا صار 20. اذا صارت ايه؟ ايه بدها تساوي دلتا في على دلتا تي. دلتا في اللي هي 1 ودلتا تي اللي هي 20. شو بتصير عندي هاي؟ 0.05 متر بير سكند سكوير. بس من الفا ايش بدي؟ أربع. بدي الفا. اوكي ماشي.